حطها في مشهد. برافو الهبلة يعني رقصة. ما قتلوني ما حيوني غير كاس لعطوني اما ما عيني. اويت 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 بس انطر مو اول شيء انطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ليه مدورين الهواء السخن؟ عن جد صح؟ لا حلا دورنا البرد. ما كانش مدور أصلا. بهدانين؟ لا لا أكيد لا. إيه إذا فطسانين ما تدور الهواء السخن. طيب. صح. قبل ما نبلش هيدا صف شو هون؟ مسرح. صف شو؟ مسرح. شو يعني؟ يعني ثيتر. مسرح. مسرح كمان بس شو يعني؟ نفس الشيء. يعني يو اكسبرس يور سيلف اون ستيج. على المسرح. بطرق. تؤدي. بطرق شو؟ بطرق. 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 بطرقني بالعصاي. طيب قولوا لي شو يعني مسرح؟ نعم يعني هو ستيج بتطلع على الستيج. نعم بتأدي وصلة معينة. لا مش وصلة بتأدي سين معين. نعم من خلاله يو اكسبرس يور سيلف. نعم وهيك الجمهور يستنتج. اوكي حدا عنده غير احمد شو يعني مسرح؟ مزرح؟ نعم مسرح مش مزرح. مزرعة غير شيء. مسرح مسرح هو مكان بتقدر تحاكي فيه أشياء حقيقية سواء كانت حقيقية بالمعنى الحقيقي أو كانت حقيقية إن أنت عايز تقول إنها حقيقية. نعم عايش حالة معينة وتواصل مع الجمهور قدامك خصوصاً بالشغل. نعم يعني نعم عالم يعني مو عالم ثاني عالم يعني عالم افكار يعني عالم متنوع الافكار يعني ما يقدر يطبقها على الستيج يعني غير فيها في عندي تعبير بس ما اعرفه اصلا. يس كان لتطهير النفس عزيزه هيدا ات از وان اسبيكت اوف ثياتر يلي هو الكاثارسيس. ايه بيساعد واحد يطهر نفسه ويتحرر من المشاكل اللي عنده. نميمة يمكن أن يكون نقد بعض المواضيع اللهم صل على المواضيع اللي في الواقع معناتها موجودة لازم يكون نقد معناتها لازم يكون في الواقع لازم يكون في الواقع الواقع ما تقول اللي نعيشوه نحن لازم يكون لازم يكون حاجه اخرى ما نحب نركز على كلمه نقد ما يقدر يكون مش واقع نجم بدو بلاستي خاطر مش حاضر. احمد شو حبيبي وين رايح؟ مين احمد؟ مين احمد اللي عيدو انت بتعرف تظبط الاي سي؟ خلي لي اياك طول لي بعمرك. ايش هذا؟ لا ما عدنا 20 نحن اقل هلا. نسأل سؤال؟ قبل احمد شو شو اسمك انت؟ كريم شو المسرح؟ انفعالات يعني انفعالات
مجتمعية بتكسب تعالى. مجتمعية؟ ليش مجتمعية؟ ليش؟ ما فينا ناخدها من الخيال؟ لا طبعا فينا ناخدها من الخيال، ولكن بتكلم على الانفعالات والتجسيد، يعني تجسيد قصص واقعية. نعم، هو المكان اللي بتسرح فيه بخيالك، صار لشخصيات موجودة بالحقيقة ومش موجودة بالحقيقة تقدر تجسدها على المسرح. رائد كلمة مسرح من وين جبناها احنا؟ يعني في لها مصدر لغوي اسمه سرحة. سرحة لما بتسرح. اوكي. المعنى الاصطلاحي تبعها هلا هو بدنا نعرف كلياتنا انه مكان، هو مكان مسرح، يعني بيكون في ممثلين وفي جمهور. الممثلين بيعرفوا. مين علمك اياها هيدي سرحة؟ هلا هو اسمه مسرح. ايه مين قال لك انه جاي من كلمة عربية؟ كلمة عربية فصحى صح؟ مسرح. ترجمت most probably. ترجمت؟ اوكي، بس هي المصدر تبعها وين؟ سرحة. المصدر اللغوي العربي الاصلي. هو انا ما ماني اكيد من اللي عم تقوله، بتاكد ومرت جيب خبركم، بس انا ما بظن هالشيء. لا هي يعني معقول كل غلطان، بس انا ما بظن. هلا سرحة مش سرحة بخياله. هلا سوري على الكلمه، مش قصدي يعني، بس بقولوا يعني سرح بالغنم، انه طلع فيهم. لا. سرح بالناس انه طلع معهم. اوكي. هلا لا هو لا معقول، ما حتى انا بسرح يعني. انا بسرح بالضبط. سرح يعني زي ذهب. طيب ذهب. سرح بلحة. شو يعني مسرح؟ ما في شيء. البلحة ليش بلحة؟ لانه سرحة. رسحة. رسحة مرسح. هو الكلمة الأساسية مرسح مش مسرح. مرسح؟ طب مرجع بتقولوا لنا صف مرسح مش مسرح. سارة، هو مكان يستمد الشخص منه طاقة ليعبر عن شغلات بباله أو شيء لازم يعبر عنه ليوصل فكرة معينة، إن كانت من الخيال أو من الواقع. محمد، المسرح. وما أدرك ما هو المسرح. لما تقول المسرح تحس إنك منبسط. حط إيدك على المسرح. المسرح يعني تعبر عن شخصك، يعني لا المسرح يعني شيء، يعني شيء فيك إن تحاول تعبر أمام جمهور، يعني تعبر به أمام جمهور، وتحاول أن تصل هذه الفكرة توصل هذه الفكرة إلى أكثر عدد ممكن. أكثر عدد ممكن من الحاضرين والحاضرات. كريمة. بالنسبة لي كريم. سيس في يجيب الكشري ويجي داخل الأسود. كريمة. بالنسبة لي المسرح هو سبيس بتناول فيه موضوع، والمهم بهالسبيس هو إن نكون صادقين مع حالنا، تنورجي الجمهور ونوصل لهم هاي المعلومة أو هذا الموضوع، سواء بالتمثيل بالرقص بالكوميديا أو بإشي تاني، مو مهم بس نمثل، بس ممكن برقص ممكن بصمت، حتى نورجي الجمهور هاد المعلومة. مين بحب بعد يعطي ديفينيشن؟ نعم، المسرح هو مكان تبادل المشاعر بين الجمهور والناس اللي على المسرح. الناس اللي على المسرح تبادل المشاعر بيناتهم، بيتبادلوا مع الجمهور، الجمهور بيتبادل مشاعره مع الناس اللي على المسرح. أنا مش شايفة إن لازم يكون في جمهور، يعني المسرح مش شرط جمهور موجود، يعني ممكن يبقى حاجة للشخص اللي واقف عليه، مش شرط.